حرب إبادة تشن على الأحراج في لبنان. كأن الحرائق التي يشهدها لبنان لم تكفي للقضاء على ملايين الأمتار الحرجية. أراض زراعية اتشحت بالسواد وتحول بعضها إلى رماد، لتأتي بعدها أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وتساندها وتقلص ما تبقى من المساحات الخضراء. تجار الحطب بيختاروا أشخاص بيكونوا بحاجة مادية، من الظرف الاقتصادي صعب اليوم، وبيكلفون على منطقة معينة تكون غنية بالشجر، بروحوا بيشعلوا حريق فيها. هلا بكون توفر لإلهم كمية كبيرة من الحطب ساعتها، بياخذوا هالحطب بيقطعوا ببيعوا بالسوق بالسوق السوداء. هذه الأشجار التي نمت عبر آلاف السنين تحولت إلى لوحة بيئية مشوهة من صنع أيادي تجار الحطب في السوق السوداء، بعد أن عمدوا إلى قطعها عشوائياً غير آبهين بالجريمة البيئية التي يرتكبونها. في قطع جائر للأشجار، الهدف منه هو التدفئة والتجارة. من هدف التجارة أكيد بده يشيل الشجرة من الكعب من تحت، ما في أمل ترجع تفرخ وتطلع. هاي الشجرة اللي شالها قديش عمرها؟ لترجع تزرعي وحدة قديش بدك لتصير نفسها؟ مع غياب الحسيب والرقيب تحولت غابات لبنان إلى حطب الشتاء المقبل، ورغم تشديد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تنظم مهنة التحطيب، يبقى التقيد بها غير فعلي ما لم تفعل خطط أكثر صرامة في التعامل مع التعديات البيئية. إذا واحد بده يجي يحطب شجرة، إذا بده يجي يقص شجرة، بده يجي على البلدية. إذا ما إلها تأثير يعني على البيئة أو شغلات من نوع، من إله قص بمطارح معينة، ما من إله قص، ممنوع يقص الشجرة كلها سوا. نحن مش طالبين شيء من الدولة إلا المؤازرة يعني، والوزارات المعنية تقوم بواجباتها. لم يبقى من هذه الأشجار المعمرة سوى أجزاء من جذورها، الجذور التي تشهد على الإجرام البيئي بحقها. أما الأشجار التي نجت فقد تلقى المصير نفسه في حال عدم اتخاذ إجراءات جدية تضع حداً لجشع التجار وتحفظ ما بقي من أحراج ومساحات خضراء. فرح عمر، جنوب لبنان، الميادين.